النهارده بقى هخك جوله حلوه قوي، نوصل للمكان اللي احنا هنروحه، مكان تحفه عامل زي الاهرامات عندنا بالظبط. شفتوا الاهرامات بتاعتنا اللي في مصر؟ هي نفسها، بس الحاجه اللي انا هوريها لكم دي اسمها قبر الرومانيه. قبر الرومانيه هنخش دلوقتي ونبدا نتعرف ايه هو ده قبر الرومانيه، هنعرفه مع بعض. دلوقتي احنا دخلنا المكان بتاع قبر كليوباترا. المكان عامل زي الاهرامات عندنا بالظبط. بصوا كده شوفوا، هو مش قبر، هو المفروض اسمه، لا هو اسمه قبر رومانية. ايوه اسمه قبر الرومانية، رومية، الرومية، قبر الرومية. هو اهداء من ملك كيوبا، من ملك كيوبا، زوجته كليوباترا الملكة بتاع مصر. ايه هذه في بعض الروايات يقول هو عشان كان بيحب مراته قوي، ولما مراته توفت فحب انه يعمل لها حاجه خالده، يعني حاجه تفضل قاعده مدى الحياه. بصوا مش عارف المنظر الحقيقه قسما بالله تحفه. شوف المنظر عامل ازاي، المنظر تحفه، الحاجه على الحقيقه في الواقع احسن دلوقتي ما انا بوضح لكم، مش قادر اوصف لكم والله العظيم المنظر هنا عامل ازاي. شوفوا الله يبارك، الله يبارك. وهنا ايه؟ هنا المدخل بتاعه. هاي المكان هنا، الفيو هنا تحفة، الفيو من هنا تحفة، مش هقدر اوصف لكم المكان هنا عامل ازاي. شوف بس حلو قوي، لو انتوا عارفين القصه بتاعت الملك اللي كان بيحب مراته قوي، وان عشان مراته فرقت الحياه وماتت حب انه يعمل لها حاجه تفضل مدى الحياه موجوده زي ما انتوا شايفين. بصوا الفيو من الناحيه الثانيه عامله ازاي. المكان حلو قوي، حلو قوي. شايفين المكان عامل ازاي، المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه حلو قوي. بصوا الفيو من هنا، تقريبا تبازة، ولاية تبازة دي كل يعني تقريبا كل البيوت اللي فيها، يعني من ساعة لما دخلت الـ 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 الولاية البيوت كلها تحسها على جبال. هي تقريبا الجزائر كلها تحس ان البيوت بتاعتها على جبال. يعني شوف الفيو من هنا عامل ازاي، منظر خرافي والله العظيم، منظر خرافي. شايفين المنظر، والله العظيم من ساعة لما وصلت الجزائر فعلا كل شوية اكتشف فيها حاجة احسن من الحاجة التانية. بصوا المكان، بصوا الجبل، شايفين الجبل اللي هناك، المنظر الحقيقة خرافي، تحس ان انت في اوروبا والله العظيم، تحس ان انت في اوروبا فعلا. بصوا المنظر، المنظر جميل قوي، سبحان الله. شوف الملك لما كان من كتر ما هو بيحب مراته ومراته توفت حب انه يعمل لها حاجة خالدة، حاجة تفضل مدى الحياة موجودة، تبقى حاجة أثرية زي ما انتوا شايفين، زي ما عندنا في مصر. ازاي برضو بنوا ده ازاي؟ شايفين المنظر، تقريبا ده باب، مش عارف ده شكل الباب ده تقريبا.
جبن. هاي المكان حلو قوي، المكان هنا حلو قوي قوي قوي. المكان هنا تحفة، عجبني بصراحة. القصة بتاعته ان هو اصلا كان فيها 66 باب. ايه القصة بتاعت ده اسمه قبر الرومانية صح؟ أيوة. الرومية ولا الرومية؟ قبر الرومية. ايه المفروض ان هو كان الملك اصلا بيحب مراته قوي تقريبا. ايوه صح، الحكاية. وعنده ابو محمية وهنا هو مراته بس اللي فضلت هنا صح؟ وعمل لها الحاجة دي علشان تفضل خالدة موجودة. سواس هو مكش غلطة. ايه مكش غلطة جميل. الله المكان جميل بصراحة. صعب ما يخصك ولا الحمد لله. والله تسلم تسلم والله تسلم تسلم. صح على خير. صح. ناس الجزائر هنا طيبين حلوين، كله انت تمشي في اي مكان بيرحبوا بيك، اي مكان تخشه واي مكان تشوف فيه الجزائريين يرحبوا بيك بزاف، كتير بيرحبوا بيك كتير قوي. الحمد لله الحمد لله يعني. شفت المنظر، ما غلطناش في القصه بتاعته. انا حبيت ان انا اساله تاني علشان اعرف انا غلطت ولا ما غلطتش في المكان، بس الحمد لله ان انا يعني اتكلمت صح عليه، وان هي فعلا ان كان الملك كان بيحب مراته قوي، وعلشان كده لما هي توفت حب ان يعمل لها حاجه خالده زي ما انتم شايفين. المكان كبير، هو طبعا زي يعتبر المكان الهرم بتاعنا الصغير يجي زيه مثلا. قد الهرم بتاع عندكم الصغير، شوفها وباين نورمال مهكر. فالمكان هنا تحفه. شفت الاطلاله، المنظر في بجايه في بازا والفيو هنا، يعني مش عارف الكاميرا هتبقى جايبه لكم المكان بالظبط. اكيد رحنا هتمسح البرد فعلا. تعالوا معايا المكان، يعني المكان اللي فيه القبر الروماني. ايه القبر الروماني ده المكان حواليه طبيعه ما تتوصفش، خلابه والله العظيم. مهما اوريه لكم بالكاميرا دلوقتي مش هتجيب لكم الطبيعه اللي انا شايفها. المنطقه اللي حواليا دي كلها جبال، كلها جبال وطبيعه، شجر ونباتات تحفه. بس الراجل ده دلوقتي قال لي اللي فيه مكانين، احنا جينا من ناحيه البحر. قال لي في مكان تاني تيجي منه اللي بيجي. تعالى نطلع من فوق. بس عجبني القصه بتاعت ال وانا كين موت وش دير لي جمال. ايه؟ وانا كين موت وش دير لي؟ شنو؟ انا كين موت وش دير لي؟ هو بنالها تذكار. انا وش دير لك لما ياخد حقه يعني؟ ايه اعمل لك شجره زي دي. ايه يجوا لك تطول لا والكلام يصبحوا عليها كل صباح وكل شيء. بصوا المكان عامل ازاي؟ هما كانوا عايشين هنا رانيا، الملك و تقريبا. الملكه بتاعته كانوا عايشين هنا. كانوا عايشين في حته ما شاء الله، الله يبارك، اقسم بالله الله يبارك. مكان فيوم هايل هايل، خوذي وبلادي قسم بالله تحفه. هايل هاو هاكا القبره بينكم. شو رايك؟ هو قال لي بيفتحوا الباب بس تقريبا ما عادش بيدخلوا حد. ناس تبازة. جيتوا المكان هنا، انا عن نفسي اتبسطت دلوقتي ان انا جيت وعرفت قصه جديده. القصه بتاعت القبر الروماني، معايا الحنونه بتاعت الصغيره. قبر الروميه. الروميه. ايوه قبر الروميه تحفه يا رانيا. بصي هو مش باين هنا في الكاميرا، هيبقى باين قوي بس المكان هنا حلو فعلا. المكان هنا هم كانوا عايشين في مكان تحفه، معنى الكلمه تحفه.
مكان حلو. ولما هو مراته توفت حب ان يعمل لها تذكار خالد، حاجه تفضل معاه مدى الحياه، تبقى حاجه اثريه. دليل على كده دلوقتي احنا وصلنا هنا عشان نعرف قصه القبر الروماني. صح انور؟ صح صح. قبر الروميه. الروميه. أيوة. الروميه والروماني. طب تفرق ايه الروميه والروماني؟ تعالى ليش هم يقولون. بعد ما خلصنا الزيارة بتاعت قبر الرومانية جينا لمكان اسمه السات، ومكان سياحي الناس بتيجي فيه، مكان فيه ألعاب، فيه حمامات سباحة. هاي ليكوا، شايفين المكان هنا عامل ازاي؟ المكان هنا برضو حلو، المفروض ان ده بيتأجر يعني زي شاليه عندنا في مصر يعني، او عشة زي ما بنقول. المكان ده بيتأجر، مكان اسمه المكان اللي لما كنا في عند القبر الرومية كنت وريت لكم جبل كان بعيد عليا قوي، وعمال اقول لكم المنظر بتاعه حلو. احنا هنا قربنا منه شوية، مش عارف برضو هيبقى واضح لكم ولا لا، بس المنظر هنا تحفة، المنظر هنا جميل قوي. المفروض ان المنطقة اللي احنا فيها دي منطقة سياحية. بصوا كده، شايفين الجبل هنا؟ الجبل هنا ضخم، مش عارف هيبقى ظاهر عندكم ولا لا، بس هو كبير قوي جبل هنا. وشايفين هنا الاشجار، وهنا معظم الـ الاشجار في بيوت فيها، ما شاء الله حلو قوي. مكان هنا حلو قوي، شايفين في هنا ناس ساكنه فوق في الجبل اهو، حواليهم الزرع والخضار والطبيعه. المفروض ان الاماكن اللي هي معظمها بالابيض دي زي اللي هناك دي كده مثلا، شايفينها الاماكن اللي هناك دي؟ الاماكن دي بتتأجر للسياح اللي بيبقوا نازلين. صح. يعني انت لو عايز تأجر يعني انت عايز تأجر بتأجر منهم وبتبات في المكان اللي انت بتأجر فيه ده، زي اوتيل جميل. زي اوتيل. ايه المكان هنا خرافي، قسما بالله المكان هنا تحفة. ايه ليان ارحم باباكي، سابت ليان بتتفرج على المنظر، سابت ليان اتخبطت في حاجة في الطريق. بصوا لما كنت عند القبر الرومية من فوق كنت وريت لكم البحر والجبل، هوريكم دلوقتي البحر من قريب. والمكان عامل ايه؟ نهار ابيض، يا ويلي على المكان، يا ويلي، مكان تحفة قسما بالله المكان، يا نهار ابيض على المكان. بصوا كده، يا نهار ابيض، شايفين المنظر عامل ازاي؟ يا نهار ابيض، شايفين الطبيعه عامله ازاي؟ المكان حلو قوي قوي، يا نهار ابيض، شايفين المكان عامل ازاي؟ يا نهار ابيض على الطبيعه، يا نهار ابيض، شايفين الميه هنا حلوه قوي، شايفين في بيوت كتيرة قوي ساكنة فوق في الجبل، لان معظم البيوت هنا في الجزائر او بالاخص في تبازة كلها مبنية على جبال زي ما انتوا شايفين كده. شايفين المكان عامل ازاي؟ تخيل بقى انت كده مؤجر، بس مش عارف الايجار هنا عندهم هنا غالي ولا رخيص، انتوا بقولولي في التعليقات ناس تبازة قولولي الايجار في المنطقة هنا غالي ولا رخيص ولا ايه الدنيا بالظبط. شايفين المكان هايل 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 هايل. مبسوط ان انا جيت تبازة، ومبسوط ان انا زرت قبر الرومية، ومبسوط ان انا في المنطقة السياحية بتاع السد. هاي ليكم مكان
خرافة قسما بالله. كل مكان انا بروحه في الجزائر خرافي خرافي لحد الان. انا مش قادر اوصف لكم الطبيعة هنا عاملة ازاي. يعني بصوا بصوا المكان عامل ازاي. مكان تحفة، مكان جميل قوي قوي. انا هسيبكم تتفرجوا معايا على اللي انا شايفه ده. شايفين المكان عامل ازاي؟ ايه؟ في فوق حاجة؟ لا لا منا هتتعرضكم بقى وهكذا. ايه؟ في كام هنا يا محمد؟ يقول لك مش غالي. ايه؟ يقول لك مش غالي. اوكي ماشي مفيش مشكلة. حلوة؟ ايه؟ حلو نأجر ما نأجرش ليه؟ المكان هنا جامد قوي. والله العظيم تحس ان انتوا قاعدين في اوروبا. بصوا الشوارع عاملة ازاي؟ بصوا هنا المكان عامل ازاي؟ شوفوا شايفين الطبيعة والمنظر عامل ازاي؟ فعلا تحس ان انت في اوروبا. هي الجزائر اوروبا اصلا. الجزائر شايفين المنظر؟ حد يقول لي وشنو هذا؟ قولوا لي ده وشنو هذا؟ وشنو هذا؟ شايفين ناس تبازة يرحم باباكو؟ الله يبارك على المنظر قسما بالله. الله يبارك. ايه نطلع اخواتي وحبايب قلبي. المنطقة السياحية دي اللي في تباسة والله العظيم ما تتوصف. والله العظيم المكان على الحقيقة تحفة. انا مش عايز امشي من المكان. تقريبا ممكن اخد لي يومين هنا، اجر يومين هنا. المكان هنا جميل قوي. المكان هنا هايل. المنظر الخضار والطبيعة والبيوت كلها عالية في مكان عالي. منظر خرافي. والجبل شايفين الجبل؟ الجبل منظر شحال يهب القسما بالله. شحال يهب. مبسوط ان انا في الجزائر. مبسوط ان انا بمشي في الشوارع بتاعتها وبعرف الحضارة بتاعتها وبعرف المناطق هنا. انا بقالي بتاع ست ايام استفدت كتير كتير قوي بزاف لما روحت المناطق المختلفة. بصوا من دلوقتي هوريكم مكان هبقى قريب من البحر اكتر، لان احنا كنا من الناحية اللي ورا اللي فيها الشقق اللي بتتأجر وكده، واللي فيها الجبل واللي فيها الزرع. مش قادر اوصف لكم المكان والله العظيم. ما قادر اوصف لكم انا شايف ايه قدامي. المنظر هنا خرافي يا جماعة. والله العظيم المنظر هنا خرافي. المفروض ان احنا كنا هنا، كنا ورا هنا. شايفين 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 المنظر. بصوا المنظر بصوا المنظر. شايفين تبازة؟ شايفين تبازة وحلاوتها؟ شايفين المنطقة دي؟ شوفوا المنطقة هنا عاملة ازاي. شايفين هنا البحر هايليكم. شايفين تبازة هايلة الستة، هايلة بزاف، هايلة الستة بزاف. انا حاسس والله العظيم ان انا ما عايز امشي. رانيا حاسس ان انا مش عايز امشي والله العظيم من كتر ما التبازة حلوة والمكان حلو. مكان جميل. المفروض دلوقتي ان احنا هنروح مكان تاني. محمد بيقول لي ان في مكان تاني احلى، هطلعك ليه ونتفرج مع بعض. خليكم معايا هفرجكم على مكان احلى. مش عارف المكان ظهر اكتر لما وريتلكوا في الفيديو ولا لا، بس يعني بحاول اوريكوا المكان بالتفاصيل. فعلا المنطقة السياحية اللي هي الستة والله العظيم المكان فعلا جوه جميل قوي. مكان تحفة ومختلف. انا وريتكم المكان من هنا، وريتكم المكان من هنا، ووريتكم المكان من الناحية التانية من ناحية البحر. احنا هنا قربنا لايه؟ المنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده. المنظر الخيالي اللي انتوا شايفينه ده. هذا
هذا هي تبازة، وهذا هي المنطقة السياحية بتاعت تبازة. اطلع من هنا. اوكي اوكي، يلا نستعد للمنظر الخيالي ده. واو واو يا وقزي، وشنو هذا؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، شوفوا شوفوا، شايفين شايفين الحلاوة والطبيعة، شايفين الطبيعة دي؟ جامد المنظر. شوف ال شوف المكان يا جماعة، شوف. ودخلنا مكان تاني جنبها اسمه المركب السياحي القرن الذهبي. احنا كنا يعني هوريكم المكان اللي احنا كنا فيه دلوقتي لما نقرب له. المنطقتين جنب بعض، ده سياحي وده سياحي، صح يا رانيا؟ ايه ايه، المكان برضو هنا تحفة يعني. بصوا احنا هنا قربنا للجبل، وانا في القرية التانية كانت الحاجة دي بعيدة عليها شوية. شوفوا احنا هنا قربنا لها قوي، شايفين شايفين فوق. تعالوا 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 نشبع من تبازة، تعالوا نشبع من تبازة قبل ما نسيبها ونمشي. قولوا له تعرفوا المكان ده ولا لا؟ لا، اسمه المركب السياحي القرن، للقرن ايه رانيا؟ المركب السياحي للقرن ايه؟ الذهبي. للقرن الذهبي، المركب السياحي للقرن الذهبي، المركب السياحي للقرن الذهبي. عايزين نكتشف المكان السياحي ده ونشوف هنا القرية دي مميزة بإيه، إيه اللي حواليها القريب منها. هي تقريبا نفس ال، هنا معظم برضو الشقق اللي بتتأجر برضو في مكان عالي شوية زي ما انتوا شايفين. الله يبارك الله يبارك محمد، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شوفوا اخواتي، شوفوا شوفوا، الله يبارك على المنظر، تحفة. هنا في القرية دي البحر قريب قوي للشط زي ما انتوا شايفين. جامد، هنا عجبني الوضع، هنا حلو قوي. تقريبا تقريبا المكان ده بيقعدوا فيه زي استراحات اكيد تقريبا. ايه هسيبكم في الطبيعة دلوقتي، تشوفوا الطبيعة دي معايا. شايفين المكان عامل ازاي؟ شايفين المكان الافتباز عامل ازاي؟ قسما بالله هايل هايل. ناس تبازة، مني ليكم مني ليكم، ده حال. ايه المنظر اللي انا شايفه يا جماعة، المنظر من هنا، شوف المنظر من هنا عامل ازاي، شايفين المنظر هنا عامل ازاي؟ تحفة فنية، المنظر هنا تحفة فنية. هنطلع بقى من فوق نشوف محمد. اطلع من فوق. اوكي يا رب بس ما اقع. هوبا، نطلع على ايه؟ نطلع على هذا الصخور عشان نطلع نشوف المنظر من فوق عامل ازاي. يا ويلي يا ويلي يا ناس، يا ويلي يا ويلي. شوف شوفوا اخواتي واخواتاتي، شوفوا شوفوا المكان، شوفوا شوفوا المكان يرحم باباكم، شوفوا المكان يرحم باباكم، مكان تحفة. ناس تبازة الله يبارك. شوف
المنظر هنا يهبل، يخليك مجنون، اقسم بالله المنظر هنا تحفة. بصوا بصوا المكان، انا خايف ان انا اقع. بصوا المكان عامل ازاي، شايفين البيوت فوق، الشجر حواليها، تحفة. الجزائر تحفة والله العظيم، الجزائر تحفة. شايفين خوتي، ايه الله يبارك الله يبارك. هنا تبازة عجبتني قوي. القطة، ايه يا رانيا وشنو هذا؟ تعرفي تطلعي لي؟ تعرفي تطلعي لي ولا لا؟ لا اطلع لك والله ما تعرفي، تقعي تقعي. شايف المنظر هنا عامل ازاي؟ شايف المنظر، شايفين المنظر هنا عامل ازاي؟ تحفة والله العظيم، المنظر هنا رهيب ما شاء الله رهيب. هذا هي الجزائر، هي دي الجزائر. شايفين، انا مش عارف اوصف لكم المنظر على الطبيعة وانا شايفه عامل ازاي، والله العظيم ما عارف فعلا اوصف لكم المنظر هنا عامل ازاي. بس انا خايف، بس انا طلع على حتة عالية، خايف لأقع. ايه الله يبارك الله يبارك الجزائر، الله يبارك. هلا بالجزائر، هلا بتبازة، هلا بتبازة. شايفين المنظر هنا عامل ازاي؟ منظر هنا رهيب والله العظيم، المنظر هنا رهيب. وده ال، بصوا كده، ده الجبل، ده الجبل اللي انا قلت لكم عليه جماعة. والله العظيم والله العظيم مش عايز امشي من هنا بجد، المنظر هنا على الطبيعة رهيب، منظر هنا حلو تحفة. دلوقتي احنا نطلع على الناحية اللي فوق، نروح كملنا زيارتنا للمركب السياحي قارة الذهبي، ولسات في تبازة. قولولنا مكان، قولولنا ولايات مختلفة ويكون فيها أماكن مختلفة سياحية حلوة نروح نزورها، اكتبولنا في التعليقات وقولولنا ايه رأيكم في تبازة. انا عجبتني تبازة، عجبتني تبازة، عجبتني عجبتني قوي. المكان، شوف الاماكن كلها عندهم هنا، القرية دي والقرية اللي جنبها الاتنين حلوين، الاتنين حلوين قوي. وسألنا على على المكان بيتأجر بكام، ما هوش غالي، المكان هنا بمليون و300، بمليون و300 يعني يعني احنا في مصر نعتبرها 1000، هما بيقولوا مليون، 1000 مليون يعني بألف وتلتمية جنيه في مصر، تفهمني؟ تأجر مكان هنا بالفيو التحفة اللي انت شايفه ده منك للبحر بألف وتلتمية جنيه بالعملة بتاعت الجزائر بمليون و300. هايلة الجزائر، ها هايلة. شوف برضو وصلنا لمكان جميل قوي مختلف، قريب من الأشجار والطبيعة. شوفوا كده، شوفوا الجزائر فيها حاجات حلوة كتير، بس لازم تبقى أنت مع حد منها، من البلد ذات نفسها، عشان يقدر يخرجك ويفرجك جمال الطبيعة والبلد هنا عاملة ازاي. تقريبا انا مفيش مكان لحد الان. بصوا بصوا شوفوا المكان، شوفوا 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 المكان، شايفين
شايفين الطبيعة عاملة ازاي؟ والله العظيم تقعد ما تقول عايز تبات هنا، مش عايز تمشي تروح في حتة. في المكان شوفوا اخواتي، شوفوا دي ساحة، دي مسرح. مسرح ده، مسرح ده، مسرح. شوفوا المنظر هنا عامل ازاي، منظر الطبيعة تحفة. انا الجزائر عجبتني قوي قوي قوي، المنظر هنا جامد، المنظر هنا تحفة. مهما هفضل اقول لكم على المنظر اللي انا شايفه، عمري ما هقول لكم الواقع اللي انا عايشه عامل ازاي. تحفة. وزي ما قلت لك، علشان تيجي مناطق زي دي وتتفسح فيها وتروح هنا وتيجي هنا، لازم حد يكون معاك من البلد، فاهميني؟ يعني انت عشان تتفسح في الاماكن اللي زي دي مفيش. احنا عندنا في مصر الساحل يعني اليوم معدي اليوم بمبلغ، ما بالك هنا الشهر يا راني هنا ب1300 ولا اليومين ولا اليوم سوري اليوم ب1300 جنيه. احنا عندنا قريه اسمها راس البر، برضو سياحيه وكده، بحر وحش البحر بتاعها طبعا. لا لا لا, لا ما انا عارف، ما انا لسه بقول لهم اليوم هناك ساعات بيحصل 3000 و5000 جنيه في اليوم، في الزحمه في الموسم في الصيف. ما بالكوا هنا هم بيقول لك في الصيف بيبقى ب1500 وحاليا ب1300. الدنيا بدات تمطر والجو هنا الواحد ما بيشبعش منه والله. ودي كانت رحلتنا في تبازة، قولوا لنا حابين نزور ولايه ايه تاني المره الجايه في الكومنتات. قولوا لنا بتحبوا تبازة ولا لا، تيجوا هنا القريه دي حلوه قوي والاماكن فيها مختلفه. قولوا لنا في الكومنتات، وهستنى تكتبوا لي ايه المره الجايه الحته او الولايه اللي عايزيني ازورها. باي باي.